صيف وشتاء تحت سقف واحد لم تعد مجرد عبارة مجازية بل يمكن أن تكون واقعا. فتقنية تلقيح السحب أو ما يعرف بالاستمطار تحفز هطول الأمطار ولكنها لا تصنعها على عكس ما هو شائع. صحيح، تبدأ هذه التقنية برصد الأجواء ومراقبة السحب لتلقيح تلك التي تحتوي على رطوبة عالية. عند تحديد تلك السحب تتم عملية التلقيح إما من الأرض عبر أجهزة مثبتة وإما جوا عبر طائرات يمكن أن تصل إلى ارتفاع 25,000 قدم، وهي الطريقة الأكثر استخداما. تعمل الطائرات أو الأجهزة على بث أملاح طبيعية مثل كلوريد البوتاسيوم، كلوريد الصوديوم في الغيوم أو مواد أخرى مثل يوديد الفضة أو ثاني أكسيد الكربون المتجمد. هذه الأملاح والمواد كفيلة بزيادة كثافة السحب فتتزايد بعدها قطرات المياه داخلها وتتساقط مطرا. هذه هي الآلية، إلا أن النتيجة ليست دائما مضمونة، فسقوط الأمطار يتوقف على نوع السحب وطبيعتها. خلال السنوات الماضية يوسف انتشرت تجارب الاستمطار في الكثير من الدول حول العالم وفي القارات الخمس. من التجارب المتطورة في هذا المجال تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة التي أطلقت برنامجا لبحوث علوم الاستمطار. أما المنتج الأكبر في عمليات الاستمطار تبقى الصين التي يقدر إنتاجها السنوي من الأمطار الاصطناعية بنحو 55 مليار طن. صحيح أن تقنية تلقيح السحب انتشرت في السنوات الأخيرة بعدما أبصرت النور عام 1946 في نيويورك، إلا أن محاولات تطبيقها تعود إلى قرون سابقة. تبقى الأمطار نعمة تحتاجها الكرة الأرضية يوسف لمواجهة خطر أو مخاطر التصحر والجفاف.